اونلاين لسه اتاجلت هناخدها النهارده بالليل. المفروض انا المحاضره بتاعتي الثانيه بعد المحاضره الاولانيه. النهارده هنتكلم عن سيكيورتي ايجنت. سيكيورتي ايجنت والريكيرشن ايجنت والسيماتيك ايجنت. الاستنوتيك ريجنز نعرف حاجه في الهارت ان اي مشكله بتحصل بتعمل فيدباك على اللي قبلها. يعني لو في مشكله في الميترال يبقى الفيرست تشامبر افكتد الليفت اتريوم. الليفت اتريوم تعبي على البلمونري فينز. البلمونري فينز على البلمونري فاسكولار بيد. هتروح معبيه على مين؟ البلمونري ارتريس. تروح جالبه على مين؟ كل ده الليفت فينتريكل ملوش دعوه. هيوصل على الرايت سايد. تمام؟ يعني شوف الرايت سايد وصل للرايت سايد بس الليفت فينتريكل ملوش دعوه. تمام؟ لو في بالمونري ستينوزس اول حاجه تبقى افكتد مين؟ رايت فينتريكل. رايت فينتريكل لما ابتدى يبقى دايليتد ويتعب يروح عامل تريكاسبيد ريجيرج. تريكاسبيد ريجيرج يبقى عبي على مين؟ الرايت اتريوم. الرايت اتريوم عامل ايه؟ سيستميك. تمام؟ لو في اورتيك ستينوزس او كو اورتيك ارك. تمام؟ اول ما يعبي يعبي على مين؟ على الليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل هيضرب الميترال. الميترال يطلع على الليفت اتريوم. الليفت اتريوم يطلع على اللنج. اللنج يطلع وهكذا الدايره. So the systemic and pulmonary circulations are in infinity like mark. خلاص؟ They are not parallel circulations. They are consecutive circulations. رقم واحد. رقم اثنين، الاستنوتيك ليجنز دايما تعمل قبلها هايبرتروفي، بينما الريجرجيتنت ليجنز تعمل دايليتيشن. الاستنوتيك ليجنز قليل انها تعمل ريزم او بالبيتيشن. الريجرجيتنت ليجنز تعمل بالبيتيشنز بسرعه علشان التشنج في الفوليوم اللي بيحصل. تمام؟ ايه هي البلبيتيشن؟ البلبيتيشن تعريفها اويرنس اوف ذا هارت بيت ديو تو تشينج ان ذا ريزم اند اور ذا فوليوم. عشان كده العيان اللي عنده انيميا عنده بلبيتيشن لان عنده فوليوم عالي، فوليوم اوفرلود. العيان اللي عنده ميترال ريجيرج عنده بلبيتيشن. العيان اللي عنده اورتيك ريجيرج عنده بلبيتيشن عشان عنده فوليوم اوفرلود. العيان اللي عنده في اس دي عنده بلبيتيشن. خلاص؟ دي بيزيس كارديولوجي. الحته الثانيه ان طبعا معلش يا دكتور مش الاستنوز ممكن بيحصل برضه تشينج في الفوليوم على مستوى الشنجر بتاع الهرم؟ مش بيحصل في الاستنوز تشينج في الفوليوم على مستوى الشنجر بتاع الهرم؟ لا الاستنوز يعني لو فرضنا ان العيان عنده اورتيك ستينوزس يحصل له تشينج في الفوليوم بالسالب فالعيان يبقى بريزنتد بلو كارديك اوت بوت مانيفستيشنز. بس يا دكتور ما بيطلعش. انما لو عنده اورتيك ريجيرش بيحصل ايه؟ مثلا فرضنا ان الليفت فينتركل فيه 100 سي سي بلاد هيضخ 100 سي سي بيرجع تاني هيرجع له 20 المره اللي بعديها يضخ 120 يرجع له 20 يضخ 140 كده في فوليوم اوفرلود ده اللي بيعمل بالبيتيشن. خلاص؟ طيب يبقى ده البيز السي. بعد كده في دايما فيديو بعرضه عن الامبريولوجي بتاع الهارت بيفتح كل الكونجنيتال بس للاسف مفيش وقت ليه دلوقتي يعني لو قاعدين معايا انا قاعد نشوف الفيديو ابتدت تتميز الاتريا اهي والفنتريكل هنا
واللي بينهم ده بقى اسمه اي في كانال او اي في ستيشن. تمام؟ هنفتح الخط ده ونشوف ايه اللي بيحصل فيه. البلمونري بتاعت الاورطه
يخلي الاورت اوفر رايت وهو سبب رباعي فلوت. يبقى رباعي فلوت نتج عن ايه؟ رباعي فلوت طلع من ان السيبتم اللي نازل بدل ما ينزل باحترامه وينزل في مكانه عمل ديفيشن ناحيه الرايت شويه. لما عمل ديفيشن ناحيه الرايت ضغط على البرمودر عمل برمودستروز وسع الروت بتاع الاورت ما كملش مع انتر فيتريكول سيبتم. يبقى عمل ثلاث حاجات برمودستروز في اس بي و اوفر رايدنج الاورت. الرابعه بتاعتهم اللي الهايبرتروفي اوف ذا رايت فينتركل اوف ذا رايت فينتركل ده بيحصل ويز ديفلوبمنت اوف ذا بيشنت. كل ما البيشنت يكبر شويه كل ما الهايبرتروفي يزيد. ده اللي بعده يبقى العيان لو السيمتوم بتاعه ما نزلش سبايرال عمل تي جي ايه؟ لو نزل سبايرال وحدف سنه عمل فالوتيترالي. طب نزل سبايرال وجفل عمل سنه بسيطه كده تكه عمل ايه؟ بالونريستروزس. اضغط شويه كده على الليفت او الاستروز. كل شيء خلقناه بقدر مفيش حاجه بس. طيب هنا كده السيركيوليشن كان تمشي بالطبيعه. هي هنا بعد كده الامبريولوجي حصل فيه ايه؟ دي فيها السيركيوليشن الازرق ده اللي فيه الفينيكيفا ده في البنتيفا واخد بلاد من اللور بودر اوف ذا بادي السوبر بنتيفا كل ده بلاد بلو مزرعه دي اكسجينيه خلاص بس ده مش الفلتر ماشي هيروح ل البالمونري هيلاقي البالمونري مقفوله البالون الباسكولار بيت مش هيكمل معاها خلاص هنيجي بعد كده الفين ده ماشي ما هو لما راح هنا بيجي البالون الباسكولار بيت مقفوله هنقول لي كم شويه فراح طالع في البي دي اي خلي بالك بس من اللازم هنا يبتدي اللون الاحمر لازم هنا ده جاي من ايه؟ من البلاسيما دخل على الفلوبيلاكيه بص 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 حصل ايه؟ البلاد ويز سيرفيس بفضل او بخدمه ستيكر فالف ده فالف البيولوجيك اللي موجود هنا تحت فوق الفيلم اللي جه بعده يروح واخد البلاط ده يعديه في الفورم الاوفال يخلي الفورم الاوفال يدخل له الفوليو الاكسجينيه البلاط اللي جاي من البلاسيما قبل ما يختلط باي اكسجين البلاط علشان ياخد البلاط ده رايت تو ليفت انا كررت المعلومه تاني اهو يوديه على مين؟ يوديه على الليفت اتريا طب الليفت اتريا هو دي فين؟ ليفت اتريا بيكمل معانا عادي ينزل على ليفت فينتركل ليفت فينتركل يفتح اورطه يطلع البلاط خلاص اوكي بس كده اختلط في الاورطه بس يبقى كده بس هنا طبعا اختلط شويه دول شيل بلاط هو جيب البي دي عشان كده تلاقي الاكسجين في الفيتس الاكسجين في الفيتس اللي طالع من هنا فول اكسجينيت لكن الناس اللور ليمب اكسجينيت ده ربنا علشان البرين يوصل له كل اكسجينيت ده تمام ماشي ده المنظر النهائي بعد ما الطفل اتولد بيحصل ايه؟ اول ما الطفل اتولد في استقرار يفتح اللمب يجلب البريشر في البالون الباسكولار بيت تمام يزود الاكسجين تروح البيت اللي تقفل يزود البريشر على البيت اللي قفل بتاعي البريشر هنا البالون الباسكولار بيت فتح البالون البي دي اي جفل البالون البريشر هنا زاد يروح جافل الفرن الاوفال حتى لو ما جفلش يحوله ليفت تو رايت يبقى كده العين اتولد طبيعي ما فيش مشكله ظريف مش كده؟ جميل تحت
فهمنا البيولوجي، فهمنا البيولوجي اللي فات ده هنستخدمه في الكونجنيتال سواء مع الدكتور مجدي او مع السيرونتيك اللي هنشرحه كمان شويه. خلاص؟ طيب هنا المايترا فالف نفسها عباره عن ابنورمال كاسبس. المفروض المايترا فالف ده لما بيجي يقفل يروح قابض على بعضيه كده وتحتيه حاجه اسمها كورده تنديني تروح موقفاه في مكانه. تمام؟ لما يكون الكورده تنديني ريداندنت او الفالف دي ليفلت ريداندنت يجي يروح عامل كده يقفل مع الضغط الشديد ال 120 ملي متر زئبق في السيستول يروح عامل ايه؟ بوينج بالوينج يعمل زي القبه تلاقي الفالف رلابست في الليفت اتريوم. فلو جلبست في الليفت اتريوم يروح فاتح ما بين ايه؟ التو فالفز يروح حاصل الجيرش. تمام؟ مع الريلابس الريلابسيشن اللي حصل ده يروح عامل كليك ايجكشن كليك؟ لا مش ايجكشن مش كليك تحصل مع الفالفز خلاص؟ طيب العيان ده انت معتقد هيحصل له ايه؟ دي مشكلته في الحياه. لو شويه الكيرش اللي دول ضعيفين سهلين ما خلاص مش هيحصل له حاجه. مش انت اللي كنت عايز تطلع بره خمس دقايق؟ انت؟ رجعت؟ محمد تكون شبح بتاعك. عارف رمضان والناس كلها سهرانه على الكافيهات الحمد لله رب العالمين فتحوا كافيهات السنه دي بس ساعتين بالليل وكله جاي مضروب 100 بلغه علشان مش قادر يصحى بدري. دي مشكلتكم انتوا. انا نفس الحكايه. انا من الساعه 9 شغال ايكو في المستشفى ونيجي نكمل مع بعض وممكن اقعد معاكم لغايه المغرب قليل من السله ما وراناش حاجه ونفطر مع بعضينا كمان. ايه رايكم؟ ها؟ لحد المغرب؟ ايه؟ نقعد لحد المغرب؟ انت منين؟ انت منين؟ من شرق النيل. يعني مش مهم عندك حاجه انت بتزعلني ليه انت؟ لا مش كده انا انت بتسهر على كافيهات برضه في الليل؟ لا انا عامل عليهم بس عشان ما تعبانين. لا عامل عليا انا اخويا ما تقولش على الموضوع ده الشباب يتحملوا. اسمك ايه انت؟ مينا. طب يا مينا ما نقعد لغايه ما تفطر معانا ما تجلكش يعني هنعزمك برضه يا مينا. عادي انا مش فارق معايا. ما انا مش فارق معايا انك تدفع. طيب العيان ده مش هيحس بحاجه الا لشويه بالبيتيشن بس. ممكن يحس شويه بالبيتيشن بس. لو ما رجعش ابتدى يزيد شويه. دي تكون في الاداء طول ممكن تبقى القصه فيها مشكله شويه. طيب ده الشكل اللي حصل شايف اللاين ده الهورزونتال ده شفت البوند حصل فيه شفت الديفكت حصل ازاي نفس الحكايه بالايه؟ الفيو ده شايف الرسمه؟ اهي فلما عمل كونتراكشن ضغط الليفلتس في الرايت في الليفت اتريا فتح زي وخلى الليفت اتريا المسافه بينه وبين شايف الحته دي؟ دي فوق دي شايف فتره وسته؟ البونج ده لو اكتر من 2 مللي في الايكو احنا هنعمل لكن ممكن ده يكون تريفيال ولا خلاص؟ كانوا زمان يسموه سيزو في الدين مالناش دعوه. شفت لما حصل كونتراكشن حتى الناس شفت بيرجع ده النورمال شايف النورمال كورت في ساعه واحده وزازين مومان انما ده حصل بونج وفي واحده طلعت ممكن الفكر ده يحصل في الاثير ليفت بس او البوستير ليفت او الاثنين مع بعض. تمام؟ العيال اتعالج ازاي؟ مش فاهم لكن لو حاسس بفرد ريبيتيشن فيه ايه جدا مهم. الاستيروتيك ليجن اللي بعد كده ده ريفيجن ليجن. طبعا الكوريكيوم بتاعكم ما فيهوش روماتيك فيمر خالص. ما اعرفش حكينا مع ايه. خدناه في البطن. خدتوها في البطن بس احنا من وجهه نظر الاطفال مختلفه تماما. ف المايترا فيربولابس والمايترا ريجيرجي المفروض شرحه كلهم مع مين؟ مع الروماتيك فيكا ان ديتيلز. فكنا احنا ملتزمين بقواعد اللعبه. شفت اللعبه بتاعت الكبير؟ اه شفت الالتزام؟ انا بفوقكم بس عشان في واحد تاني نام شويه. في حد كان انت ولا انت؟ في حد فيكم كان برضه متسلطر كده. خلاص يا دكاتره الاستيموتيك ليجن زي ما اتفقنا ان الاستيموتيك ليجن هيعمل بريشر اوفرلود هيعمل هايبرتوفي ويعمل بريفرالي لو كاردياك او بوتون ستيشنز ده اي استيموتيك ليجن ماشي الرايت فينتريكل يعني المصل فيه مش قويه للدرجه فالهايبرتوفي بقى ياخد وقت طويل غير الاورتيك ستينوز يعمل ده طيب
لكن العيان ده الليفل بتاع الاستراكشر ممكن يكون سب فالفولار اللي بيسموه انفانديبولار، والانفانديبولار ده غالبا بيحصل مع ديسيس تاني يعني مع فالوت مع كلام زي كده، او فالفولار او سوبرا فالفولار. احسنهم انا عندي ايه؟ ايه احسنهم عندي؟ ايه؟ ان ما يكونش في حاجه خالص. لكن لو خيرت ان مثلا العيان بتاعك ايه اخباره ايه؟ وانا بقول له مبروك طلع فالفولار. ليه؟ لان فالفولار ده ممبرين فيه شويه ستينوز يدخل بقى استرق يفرجعه وخلاص فك. انما السب فالفولار ده قصه، ده ماسلز وبتاع وتفتح وتقطع وتحط باتش وتوسع. السوبرا فالفولار انت داخل على برانشز، فانت عايز تحط كوندوي او تحط ستنت ليها برانشز معينه بدايمتر معين، قصه يعني خلاص. لكن العيان ده هيبقى مش ساينوز، ما عندوش ساينوز، لكن هيبقى انت ساينوتك اللي هو معاه شنط اي اس دي او في اس دي. ليه؟ هيجي الرايت فينتركل يضخ بلاد، يلاقي السكه الطبيعيه بتاعته مقفوله، يروح محاول على مين؟ على الاي اس دي. كده الاي اس دي بيجي رايت وتليفت، يحاول على الفي اس دي تبقى رايت وتليفت. القصه يبقى ده اللي يبقى ساينوتك، لكن غير كده مش هيبقى ساينوتك. طبعا هو بلن اتريزيا خالص لازم يبقى ساينوتك. البلن اتريزيا معناه ان قفلت السكه بين الرايت فينتركل والبلمونري تري، فلازم يبقى في في اس توصل، لازم في بي دي اي تكمل المشوار. فده اللي عندي كل الشنطه بتاعته رايت ليفت. هو ازاي حامل على الاي سي دي يا دكتور؟ ايه؟ ازاي هو لو ما فيش اي سي دي هيبقى فيه؟ هو لو في بي سي دي هيحمل على البي سي دي، لكن لو اي سي دي هيحمل على ازاي؟ هي نفس القصه دلوقتي. انت الرايت فينتركل الرايت فينتركل بيضخ اجينست ستينوتيك ليجن، هيروحوا عاملين فين؟ بدل ما يطلعوا في البلمونري هيروحوا راجعين على التريكازبوت. التريكازبوت مش هيتحمل شويه شويه، يبتدي يبقى الفلو على ايه؟ يحصل تريكازبوت ريجيرش. بس ده انا هديك معلومه بقى، ان 90% من الاطفال عندهم تريكازبوت ريجيرش نورمال. انت عندك ريجيرش؟ الف سلام عليك. تريكازبوت ولا مايترا؟ الاثنين. مش هتطلع مش مايل ما بتطلعش، لو سيفير تطلع. امتك بقى في السنتين الجايين مش حياتي. ده البانر سكوز اللي احنا شايفين ده اللي تحت ده اللي اتقدم لنا، وده البانر وده السوبر. طبعا العيان ده لما تيجي تصوره اكس راي تلاقي ايه؟ الجيم كلانك. يعني ايه الجيم كلانك؟ ما فيهاش فاسكوليتشر. المفروض اللانج العاديه لما تصورها كده تلاقي الثلثين الاولانيين فيهم فاسكوليتشر برومينانت، الثلث الاوسط ميدل تيل فين؟ اللاترال تيلت اللاترال ثيرد ما فيهوش فاسكوليتشر خالص. العيان ده هتلاقي عنده البرومينانت موجود فين؟ في الفيرست في الفيرست ثيرد ده الميديال ثيرد. الميديال ثيرد ما تلاقيش فيه حاجه خالص. العيان البريثرا اللي هو العكسه اللي عنده فلو عالي زي الفي اس دي تلاقي كل اللنج مسبوغه. العيان ده هتسمع عليه ايه؟ تسمع عليه ميرمر بتاع ايجيكشن ستوليك ميرمر. تمام؟ ممكن تسمع عليه تمام؟ الايجيكشن بتاع ستوليك ميرمر ده اللي هو ايجيكشن ستوليك ميرمر هتسمعه على البلنر اريا هنا كريسندو دي كريسندو طالع نازل وتلاقي معاه المانيفستيشن بتاع الرايت فنتريكولا هايبرتروفي. خلاص؟ طيب العين البروس بتاعه ممكن يبقى افكتد اكوردنج للديجري اوف ستينوزس اللي موجوده عنده. كل الديس بتاعتنا اللي هنتكلم فيها النهارده اكوردنج للديجري اوف ستينوزس او ديجري اوف ليجن اللي موجوده عنده. ايه الميديا بتاعنا او الميديا بروسس؟ طبعا خلاص هو الجولدن ستاندرد مش خاص حلو. بعد كده الكوميونيكيشنز ممكن تحصل الهارت فيلير اندوكاردايتس و السكندري سبب. طبعا الاندوكاردايتس ده ريسك قليل بالنسبه له، لكن لو هو العيان سيفير ومعاه كومبلكس كونجنتال الريسك بتاعه بيعلى. عارفين فكره الاندوكارديتس مرت عليكم؟ اه فيكشن اوف ذا اندوكاردين اوف ذا هارت ديو تو بريزنس اوف اب نورمال اندوكارديوم وات ايفر بقى السبب بتاعه وبقى سوبر ادد عليه انفكشن من البلوت. التريتمنت لو هو المايند احنا بنعتبر لغايه الطفل جات البلوت بريشر بتاعه بريشر جريدنت الايكو لغايه 50 ده خلاص يمشي معدي. ازيد من 50 ابتدى تدخله. لا هو فالفولار بيتعمل له فالفو بلاستي، لا هو سب فالفولار بيتعمل له سيرجيكال. الاورتيك ستينوزس اللي اتكلمنا عليه في البلمونري ستينوزس هو في الاورتيك ستينوزس بس على الليفت سايد. يبقى العيان هيجيب ايه؟ هيجيب ايجيكشن ستوليك ميرمر بس على الاورتيك اريا. العيان
هتلاقي الميترا الاورتك ميرمر ده بنسميه احنا ايه مفتري طالع نازل بروباجيت التورد سي كاروتيدز بروباجيت التورد سي الباثولوجي بتاعه غالبا بيبقى باي كاسبت فالف احنا عارفين ان الـ ان الاورطه بيبقى مرسيدس بنز لايك ساين تمام تلاقي دايره كده وثلاث شرفات تو كرونريز واحده نون كرونري يعني اثنين منهم طالع منهم تحتيهم كرونري ارتريز واثنين منهم هو انا اللي بخاف منه ده بقى بخاف ان لو كان في كونجنتال انومي اللي موجوده باي كاسبت فالف ولا حاجه كده ان يكون واحد من الكرونريز مضروب هو ده اللي بخاف منه لان الكورونري ده لو مضروب ضيع الهارت تمام ممكن يبقى فالفه او صار فالفه ايه السكر فالفه بتاع الويندز جوه الويندز رسيس او الويندز سوليه ويليامز سوليه ويليامز سوليه طيب كلينيكال برزنتيشن سيمتومز اكوردنج سيفيرت الاول عيان عنده سيفير هيبقى له عنده كارديك لو كارديك او بوت هيفاير عنده الليفت فينتريكل بدري تمام لو العيان ما يبقى المدرك ممكن يكتشف بالسماعه بس كده طب العيان ده عنده اكس راي تلاقيه في الاكس راي الجيميك لانج ولا البريثوريك لانج في الاورطه لا ماسنج ملوش دعوه ده مش رايح لانج خالص هو هيترى كل الحمل هيجي على الليفت سايد بس خلاص ملوش دعوه رايت مش دعوه تشوف الهايبرتروفي في لا ايه ايه قول يعني هيرد عليه على لا 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 كده انت عايز يطير من كده هو ماشي سكته طالع على الرايت على الاورطه الاورطه في ستينوزس هينزل على الليفت فينتركل الليفت فينتركل هيحصل فيه ايه هايبرتروفي هو الفتره طويله هايبرتروفايد الليفت فينتركل ده مش هفا مش جلامين يعترف لا ده يفضل يقاوم 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 ويكبر ويعمل عضلات وتلاقي فيها هايبرتروفيك كارديو بس محترم كده ولسه شغال لغايه لما الاكسجين سبلاي اللي جاي من الكورونريز ما يقدرش يقاوم السبلاي الكميه بتاعه الميوكارديا فيبتدي يفجر عايز وقت طويل مراحل لكن الريجرجيت انتليجنت توسع بسرعه يعني اللي هو معاه اورتيك ريجرج تلاقي الرايت فينتريكل وسع بسرعه عايز ياخد كباسيتي مش عايز قوه تمام البالون ضغط بلاستي طبعا هو اللي عارف اصلا مش كان لو ما قدرش تعمل كده كوره دي مش هو ده المهم الموضوع كبير بقى كبير شويه معقد شويه بس عايزين ايه نستشفوا مع بعض احنا عارفين الاورطه ده طالع من الهارت بيلف وهو بيلف كده بيروح عامل حاجه اسمها بي دي ايه البي دي ايه تروح فاتحه على البلمونري تمام اول ما الطفل اتولد قفلت شفناه من شويه بعد كده يروح نازل لتحت يودي ايه البرانشز بتاعته البرانش بتاعته تتحول الى سي فيمرز وكملنا على اللور بودي والجي اي تي فيزلز وسيلكت ارت والكلام ده الاورت ده عشان يتكون هو اساسا انتراتراين لايف خدتوها في 6 ارشز وارش بيركب من هنا وارش بيركب وارش يحصل له ابزوربشن وارش يعمل مش عارف ايه وفي الاخر يطلع الشكل العجيب بتاع الايه الاورطه اسمه بالعربي الابهر شفت ابن سينا لما الابهر انت شفته في الكادفر لو شفته في السيرجري بقى حاجه يعني ايه يعني اورطه خرطوم ميه مش خرطوم مطافي مش يعني مفيش كلام ده انا يعني اذكر اول مره شفت الاورطه فيه وقعدت اتامل الثيكنس بتاع الاورطه كده وازاي هو بيتنت على طول كده غير الفيزلز اللي بتبقى كولابس الاورطه ده عجيب جدا سبحان الله فيجي الاورطه ده هو طالع يجي في حته منه الحرسول كونستريكشن كونستريكشن ده نوع من اثنين يا اما اذر تايب يا اما فانتايل تايب اذر تايب هيبقى بوست اكتر بعد الضغط الفانتايل تايب بري دكتر تمام فلما يبقى بص دكتور لو الدكت فتح تبقى ليفت رايت ورايت ليفت ليفت رايت ما دكتور ما احنا الدكت موجوده تمام بعد الدكت قفل البريشر فيه عالي فيخلي الفلو ايه ليفت رايت لكن لو هو قبل الضغط ده قبل الضغط قفل يخلي الفلو ايه رايت ليفت لان الدكت دي هي اللي هتكمل المسيره بتاعت البلد اللي عايز يوصل له يعني البلد عايز يوصل للحته الثانيه طب اللي جاي قليل تمام
اروح اعمل ايه؟ ليفت رايت، رايت تو ليفت. يبقى الانفانتايل تايب اللي هو اللي هو بريد اكتر، يبقى العيان عنده سينوز في اللور ليبس. الادلت تايب اللي ما عندوش سينوز، الانفانتايل تايب ده يظهر بدري. الادلت تايب ده هو موجود يعني مولود بيه، بس يظهر متاخر لان انت ما بتوصلوش في معلوماتك غير بعيد شويه. مش الدكتور بتاع الضغط ده مش يا حكايه اقول لك انا، انت اللي سالت اقول له هو. اقول لك انت اسمك ايه؟ نادر. نادر، نادر جلال. برسنة. نادر مين؟ عبد العظيم. طيب يا نادر عبد العظيم، عبد تعرف نادر جلال؟ ايوه طيب. مخرج محترم. لا ما يقربلوش، نادر جلال ده مخرج تمام. هو قال هو بور فؤاد. ايه الفرق بينه وبين بور سعيد؟ ده سعيد وده فؤاد. سعيد طب محرم فؤاد ايه علاقه بينه وبين بور فؤاد؟ محرم فؤاد لا ده اسم. لا بور فؤاد دي بلد. ايوه ده محرم فؤاد دي بلد تاني خالص. صحيح؟ اقول بقى انا احب اطلع كده وادخل عشان ايه اثور. احنا كنا بنقول ايه؟ بري دكتور وبوست دكتور. تخيل ان الاورطه طالع اهو في جلد اهي. اجيب لك خرطوم من بره دكتور. في طلشه. ايه ده عليه الاورطه عندك فرش. يلا ابص المايك كده يا خلي بالك حلو. المايك يا دكتور. القرش بتاع المايك. لا القرش بتاعه هيتقرش معايا. لا لا انا هسيبها لك. بص ده اوت ودي بي دي خلاص وده بالون عشان انت عشان خلاص خلاص متفقين معايا ده مش حاجه ده رسم التوضيح دي بي دي فاكهه مش انا اللي ده بيحكي لك غالبا دي المفروض تكفي الاول بالظبط طب ما كفلتش مفيش مشاكل طيب ليه في طريق لان الاورطه الضغط عالي طب لو تخيلنا ان هو عنده كور كوتيشن بعد الضغط دي في الحته دي هنا البريشر هيعمل ايه؟ هيبقى عالي خالص هيعلى خالص هيخلي الشرط دي اجباري ليه في طريق وصلت؟ انا لو قبلها بقى العكس بقول ان الكور مفيش حصل هنا ضغط هيوطى بعد ال ضغط هيوطى كده الضغط هيجي فبعد كده الضغط والضغط هيحمل على الضغط لكن الفلو هنا قلب جدا تمام هيوصل لمرحله ان البالون هيبقى هو الدومينانت فيرد عليه فيخلي الشرط هنا ايه؟ رايت تو ليفت رايت تو ليفت طب البلاد اللي هنا ده الاكسجين ساتوريشن بتاع وضعه ايه؟ هيجل هيجل وضعه ايه؟ هيجل يبقى البلاد لازم رايح للور ليبس في ايه؟ لو ساتوريشن صح؟ بينما البلاد طالع رايح الرايت ليب والهيد طالع جنب الكواليتيشن دلوقتي بريك الكفايه في الكاروتين والكلام ده ما بيحصلش فتلاقي الرايت سايد بتاع العين احمر والليفت سايد بتاعه او النور لبس اكتر ازرق فيسمى الديفرنشال سينوس العين بتلبس البلاد بريشر اه بلاد بريشر هاي بلاد بريشر بجد بلاد بريشر في النور بتلاقي لو بلاد بريشر طب طبيعي طبيعي ان البلاد بريشر في النور لبس اعلى من واضح؟ فهمتوا؟ وصل؟ يعني تمام ازرق استناك كلامش ده بيبقى الكوارتيشن سفير لا الكوارتيشن سفير ده طبعا سفير المايل كل المايل كل المايل مفيش مشاكل ماشي عادي الكوارتيشن ده سفير جاب الضغط طب انا عندي هايبر تنسيف ليه؟ علشان الضغط زياده مش لوحدي مش ميكانيكال بس لو لاحظت هنا هتلاقي ان البلاد اللي رايح للكدني لو فلو فهيطلع انجيوتنسين يخلي ايه؟ الانجيوتنسين سيستم يشتغل عشان كده كان عندها هايبرتنسيف تمام؟ طبعا السيجمنت اللي بتبقى نارو دي تاخد اي شكل ممكن تلاقيها سيجمنت تلاقيها لونج سيجمنت شورت سيجمنت سيفير ستينوتيك انت الرابط الاورتيك ارش
العيان ده اللي تربط الاورتيك ارش ده اسمه سيستميك سيركيليشن شنت ديبندنت. السيستميك سيركيليشن بتاعته معتمد على وجود الشنت، على وجود البي دي اي. لو البي دي اي قفلت يموت، وده سيناريو محفوظ. تلاقي الطفل روح بيتهم مفيش اي حاجه، ثلاث ايام وجالك مفايس نيونيت ولد، ثلاث ايام جالك مفايس. ليه؟ كان معتمد على الشنط والشنط قفلت. قفلت ليه الشنط؟ من الاكسجين العادي، هي بتكفي من الاكسجين، بتكفي من الاسيدوز سجل العادي اللي بعد اي طفل متولد، اللي هو الطبيعي بيحصل في اي طفل. بس ده علشان هو شنط ديبندنت هيموت مش هيكمل، فلازم تلحقه وتصلحه. يا اما توصله شنط تركب له استنت، يا اما تصلحه بالكواركتيشن، يعني بتعمل اللي عايز تعمله المهم تصلحه الموقف. عكسه بقى اللي هو بالمونري سيركيوليشن شنط ديبندنت، العيان اللي عنده بالمونري اتريزيا البالمونري مكفور خالص، فالبالمونري سيركيوليشن اللي بيمشيها البي دي ايه، فده ش... بالمونري سيركيوليشن شنط ديبندنت. تمام؟ يعني البالمونري سيركيوليشن بتاعته بتعتمد على وجود الشنط، فعدم وجود الشنط العيان يموت. دي المناظر بتاعتنا ايه؟ ده اللي هو الدكتس، ده البري ده الفرطاير تايب، ده الايه؟ دي البي دي ايه جفت، ده الاذر تايب اللي هو الكواركتيشن بعد الاوريجن بتاع الضغط. بينما ده الاوريجن بتاع الضغط بعد الكواركتيشن. وضحت الفكره؟ طبعا ده لازم تحافظه على الشنطه وتدي له بروسه جلاند اي 1 علشان تحافظه على الشنطه تفضل مفتوحه لغايه لما تعمله سيرجي او تعمله كوركشن زي ما بتعمل. سيانوتيك هارت ديزيز. انا بخلص على يعني معايا بتاع 3 ساعات ونص. مو تحب تهزر معايا انت اصلا. حازم؟ شد عليك يا حازم، تقريبا هتعرفك. منين يا حازم؟ مش عارف بالعرافة. انت مش عارف بالعرافة مش تقول لا. قول لي ايوه خلاص يا اخي. ايوه. قول لي مش عارف، اعمل اي منظر يا اخي، انت منين؟ ده انت يعني من العرب يعني الناس اللي بيعرفوا يتكلموا كويس يعني. سيانوتيك هارت ديزيز. ميكسد بلس فلو او ديكريزد بالمونري. عشان يحصل سينوزس لازم يحصل حاجه من الاتي، يا اما ابو جير شرحها لك بشيء الراجل ده شكله مش محمد اشرف ده ابو جير ده الراجل ده لما تقول هم بعاد عن بعض كده مفيش اي معاملات ولا بتاع نظر نظر وبتاع علشان يحصل ميكسيشن بالعين التسايوتي لازم الاحمر يدخل على الازرق. لا لازم الازرق يدخل على الاحمر. تمام؟ عشان الازرق يدخل على الاحمر لازم سكه الازرق تتقفل ويبقى فيه شرط. زي ما قلنا من شويه عيان عنده سيفير بالمونري ستينوزس او بالمونري اتريزيا ومعاه في اس دي. تمام؟ او ان يكونوا هما الاثنين في عبوه واحده. زي عيان عنده سنجل فينتري، عيان عنده سنجل اتريا، عيان عنده كنايه كله سايح على بعضيه. تمام؟ او عيان انقلبت معاه الموازين تماما اللي هو تي جي ايه. يبقى عشان يحصل سيانوزس يا اما يبقى فيه كومن بول لمت الناس كلها على بعضيها حبايب واعداء كلهم حطيتهم مع بعض في مركب واحد زي سنجل فينتركل الترانكس ارتيريوزس سنجل اتريم كومبليت في كانال، او عيان عنده اوبستراكشن في الرايت فينتركل اوت فلو ويز بريزنس اوف شنط، فيجي البلد يتضخ للبلمونري مش لاقي سكه يروح طالع منين؟ من الفي اس دي او البي اي اس دي او البي دي اي، يروح عامل سينوس. او عيان اتلخبطت الدنيا معاه والرايت راح في الليفت العين اللي هو ستريس بالمونري فلو زي مثال اللي احنا شرحناه من شويه اللي هو البالمونري اتريزيا. تمام؟ مثال الميكس بلاك فلو زي التي جي اي ترانس بوشن بيت ارتس او ترانكس ارتيروز او وهكذا اللي احنا هنفضل في 16 دول الميكس الميكس دول هيقول لكم الدكتور ماجدي برضه في الاسينوتيك عنده بالمونري فلو زياده. اذا في هذا المريض في الراوند اللي حضر معانا وعاني من الاتي رقم واحد ان عنده برضه فلو زياده يبقى كده كل شويه يحصل له ريكارنت شست انفكشن
يبقى كل شويه بيحصل له سيفير ريسبيريتوري ستريس، يبقى لما بيجي يرضع مش قادر يرضع، لما بيحصل له تردد فيت تاني ممكن يرجع له تاني. بيقولوا بالعكس العيان اللي عنده انكريز بالون ريفلو سواء سينوتيك او اسينوتيك يبقى عنده سيفير ديزني تردد فيت دور المسكن، المسكن ده يعتبر هو الاكسرسايز بتاعه، فلما يجي يعمل اكسرسايز بتاعه ما يقدرش يرضى بالتردد الجسوتي تمام، وبالتالي الويت جين بتاعه بيقل، عنده اوفر فلو على اللنج، فدي اريا كويسه ان يحصل فيها انفكشن، يحصل له ريكرنت شيست انفكشن، وبالتالي ما بيحصلوش ويت جين كويس تمام. وفي النهايه الفاليير بدري بيحصل له ايرلي هارت فيلر. شفت الكومبليكيشنز دي بتاعه رايح جاي دي هم الكومبليكيشنز اوف انكريز بالمونري فلو، وهم دول اللي بيعملوا المانيفيستيشنز اللي انا بشوفه في العيان. يعني عن في سي دي ام بتيجي من ايه؟ بايه؟ كل شويه ريكرنت شيست انفكشن مش قادر يرضع، كل ما يرضع يسيب صدرها وسويتي والويت جين بتاعه وحش، ارحان حاطط السماعه اسمع الهارش بيت سيستم بتاعهم بتاع البي اس دي خلاص. اه بص انا جاي سينوتيك، يبقى ده انكريزد بارمري فلو هو اللي عمل المشاكل دي كلها سواء مع سينوتيك او مع وش سينوتيك. دول ازاي ترانزيشن دي ارتريت والاختصارات عندنا في الكارديولوجي زفت احفظها، لان الامتحان بينزل بالاختصارات مشاكل الترانزيشن في الامتحان بتيجي ايه تمام. توتال انومالي بارمري فينا سيرتين فرانكس ارتيريوزس وبعضهم يعملها ترايكازمت اتريزيا. وانتوا اخلاقكم بقى معانا مشيتوا بالوضع ده هتروا فساد اخلاق مننا، حضرتوا بيتوا كويسين هتلاقوا حسن اخلاق مننا. فانا كنت بمتحن فارما وجي قال لك ار اي اس انهيبيتورز تمام، فروحت سائل الاستاذ بتاع الفارما سيادتك ده لينين انتيجيوتينزين قال سيستم وسابني ومشى. اتريكو انا عايز ايه؟ ريتيكولو اكتيفيتنج سيستم. فانا قلت لك تي ايه ترانكاس ارتريوز او تركز بالاتريزيا وانتوا اخلاقكم اخلاقكم كويسه وطلعتوا قال له في الفيلم قال له انت اخلاقه من الناس دي هتاخد 10 سنين وتطلع، قال له لو انت في حالاتك هتاخد 25 سنه شكلهم كده انتوا 25 سنه ما علينا. تركز ارتيوز هيبقى بلاستيك ليفت هارت سندروم وديكريز بالمونري فلو تترولوجي اوف فلو. ليه التترولوجي هيبقى جواز ديكريز بالمونري فلو كده يا بنت؟ يبقى السنوز ولا في نفسك ولا تنس ولا انت شاطر. طيب البالمونري اكريز طبعا ديكريز بالمونري فلو الشامب ويز ديستال رايت فينتريكل اوت فلو اوبستراكشن رايت اي حاجه اوت فلو رايت اوت فلو اوبستراكشن بتعمل ديكريز بالمون فلو ترانسبوزيشن اوف ارتريس. بص انا عايزك المعلومه ريفرس ديفرنشال سينوس دي انساها دلوقتي. الترانسبوزيشن ده عباره عن ايه؟ عيان عنده الاورطه راكب على الرايت فينتريكل والبالمون راكب على الليفت فينتريكل تمام، فده جاله سيستميك سيركيليشن من الفيروفينكيل والسبيروفينكيل راحوا رايت اتريوم راح رايت فينتريكل راحوا الاورطه. الاورطه وزعهم فين؟ وزعهم فين؟ السيركوليشن راحوا فين تاني؟ فيري فينا كيفا سيركولي فينا كيفا رايت اتريوم رايت فينتريكل تمام. نيجي على البلمونري اريا بلمونري فينا سيرتير راح في الليفت اتريوم راح في الليفت فينتريكل طلع في اورطه رايحين على طلع في بلمونري راح على مين؟ على بلمونري سيركوليشن كده. اثنين بيلعبوا سكواش كل واحد في اوضه ما تنفعش، لازم يكون في كونكشن كده. السايكل بقت ايه؟ بارل مش انفينيتي لانك صح؟ بقت ايه؟ بارل كل واحد ماشي واحد ما ينفعش، لازم في شنطه توصل بينهم، لازم في في اس دي او اي اس دي او بي دي اي. يبقى ده نوع تاني من انواع الشنط اللي بين الفليجن. بس ده سيستميك سيركيليشن ولا بارل سيركيليشن شنط اللي بين ده؟ ده ذا تو سيركيوليشن شنط ديبندنت عشان يمشي. فالعيان ده لو الشنطه بتاعته قفلت يموت تمام. طب العيان ده لو عنده ايه؟ وبتحتاج العيان ده يحصل له ايه؟ ريفيرزد ديفرنشال سينوس. احنا قلنا ديفرنشال سينوس بتاعنا عادي اللي هو ايه؟ اللي هو الابر ليمب اب رايت ابر ليمب احمر لور ليمب ازرق ساتيوريتد دي ساتيوريتد ده تلاقي عنده العكس ما عنده تي جي اي ما ملخبط في كل حاجه ما علينا. دي اللي بيسموها الدي تي جي تمام. في نوع تاني بقى اللي هو ال تي جي اي طبعا مش وقته خالص
ده عيان عنده الاتي عنده سيستميك سيركيليشن فتحت فيه رايت اتريا تمام فتح فيه ليفت فينتريكل والليفت فينتريكل فتح في بالمونري ارتري وجت البالمونري سيركيليشن فتحت في ليفت اتريام الليفت اتريام راح فاتح في رايت فينتريكل ورايت فينتريكل فتح في اورطه ليترالي ده ترانسبوزيشن لان الاورطه طالع من الرايت وفينتريكل والبالمونري طالع من ايه من الليفت فينتريكل حقيقه مش مشكله السيستميك سيركيليشن لفت راحت على البالمونري والبالمونري سيركيليشن لفت راحت على السيستميك مشكلته في ايه ان عنده الليفت فينتريكل بيضخ اجينست بالمونري والرايت فينتريكل بيبص بيضخ اجينست اورطا هيفالير هيموت بس ليتر اون بس مش هيبقى سينوست مش لازم معاه شنط طب انت عرفت ازاي يا دكتور ان هو رايت فينتريكل من الايكو لما حطيت الايكو لقيت دي الكرايتيريا دي بتاعه الرايت فينتريكل فاتحه في اورطا طب عرفتها ازاي؟ لا دي شغل بتاعنا ما تسالش عليها انت خلاص؟ هو معلش يا دكتور هو اللي جاب ليها هيبقى ازاي ما فيش سينوزس فوق في السيستم كلها الله يخليك يعني الموضوع ده بشرحه بيبقى شاربين قهوه وشاي الساعه 9 الصبح طلبوا مش بيفهموا فمش عايز ادخل في تفاصيل فيه لان لو دخلت في تفاصيل يعني انا ريحه بص العيان ده الرايت ليمب بتاعه ازرق واللور ليمب بتاعه احمر عشان الرايت ليمب بتاعه واخد جبل بي دي ايه فمين دي واخد سينوست لان واخد له طالع له مين طالع له بالمجري خلاص بس ناس بس موضوع مش تبعكم موضوع مش تبعكم بس هو مكتوب ف ده تشريع على الرايت سايد ده نورمال ده شوف بارد بيتش ازر ازاي المفروض ما بقاش بارد ابدا دايما في اي فيو بتشوف في ايكو واي فيو اناتومي دايما تلاقي الاورطه مدور وال يعني سيركل اديسوسيج والسوسيج وحبه اللانج حبه اللانج اي فيو لو شفت الاورطه سيركل تشوف البالمونري سوسيج لو شفت البالمونري سيركل تشوف الاورطه سوسيج ده اللي هو سايت ابيرنس اللي جمعاه رايت فينتريكل هايبرتروفي بالليتوريك لانك تمام نارفيز طبعا المانيفيت بتاعه ده ايرلي انترفينشن جاب لنا كام شهر لان لو قعد شهر خلاص الليفت فينتريكل مش هينفع اللي هو ضعيف اللي بيضخ على بالمونري ارتري ما ينفعش يشتغل فتضطر تعمل له ريبير سب ريبير لكن اللي بيتعمل دلوقتي الطفل اول ما يتشخص تي جي ايه بيتبعت على السنترز بتاعت كارديك سيرجري يعملوا له حاجه اسمها اتريال ارتيريال سويتش ارتيريال سويتش يعني ايه بمنتهى البساطه كده هاخد البالمونري ركب على الرايت فينتريكل واخد الاورطه يركب عليه عمليه سو سمبل خالص تاخدها بتاع 6 7 ساعات الطفل وزن 3 كيلو والماشين بتاعته في الرغه الهارت والبلانك كله على الشارع وهو هو الجلب هارت بتاعه قد ايه فعمليه سهله جدا ماشي طبعا يعني ترى جو كل السكواتنج والكلام زي كده سكواتنج هو البوزيشن ده اللي بياخده علشان يخلي السيستم سيركيليشن يبقى فيه ريزيستنت شويه وجال السينوس كل ده بيحصل اكوردنج تو الايج اولا يعني الايج اوف الايج اوف سينوس بتاعه جاليت شويه طب الايج اوف سينوس كل ما في دي ريليتد ليه اصلا دي تتناسب طرديا مع الديجري بتاع الفاديبو الاسبازم بتاعه اللي هو لما بيتولد ما بيبقاش فيه اسبازم شديد لكن كل ما بيكبر على سن الاربع شهور بتاع الاسبازم بتاع الفاديبو بيزيد الاستنوز بتاع الفاديبو بيزيد او لما العيل يتعرض لاسيدوزس لانفكشن لهايبوكسيا تلاقي الاستنوز بتاعه يزيد فتلاقي الزراق بتاعه يزيد ايه السكواتنج ده عشان الامور ما تنساهاش السكواتنج ده بيحتاج الطفل اول يبذل مجهود او اتعرض للستريس وكيف الستريس ده سايكيك او فيزيكال تلاقي يدخل في اتاك اوف سينوتيك سبيل عباره عن تاكيكارديا تاكيبنيا سيفير سينوسس
تمام. العادي بتاعه اللي لما بيحصل له الكلام ده هو الطفل يروح قاعد في السكواتنج بوزيشن ده علشان يروح جافل فيمورال ارتريز فيخلي الشنط تجلب تاني تبقى شويه ليفت رايت يقلل الفينس الفيمورال فيمورال فينز يقلل الفلو على الشنط فيجيب له السينوز بتاعه ليها بوكس. طيب لو هو طفل صغير يعني سنه سنتين ما بيعرفش يعمل الحكايه دي بنقول الام لما يحصل له السبيل ديه انا احطه في نيكشست بوزيشن علشان اكفل له الفيمورالز واخليه يشتغل صح. التريتمنت بتاع الكاي اللي احنا بنديله سيديشن علشان نهدي شويه كيتامين او مورفيا ونديله بيتا بلوكر عشان توسع شويه المتدفقه بتاعه. طبعا الفيديو مش شغال ده الشكل بتاعه اللي هو السابو او البوتشي دهار تمام في لايت رايت فيلتر كده ونجيب الكلام بنارو بيس اهم حاجه بيفرجوا عن الحاجات الثانيه اللي هو نجيب الكلام اللي شايف انت في بروبلم ده اهو فاسكوليتشر هنا لكن الميد ثيرد ما فيهوش فاسكوليتشر خالص. هنا لو بصيت بس طبعا الكواليتي بتاعت التصوير بتختلف من الجهاز للعرض يعني محتاج هنا الكلام كلها بس لسه بالنسبه له الملف بتاعها تمام. طبعا الملف في الفلوت توتال كوركشن بس الكوركشن ممكن تاجله مثلا 6 شهور كلام زي كده لغايه لما يقدر يدخل على الماشين العاديه ويشتغلوه عادي. بعد كده تركز الاكليزيا مفيش يعني تركز الدفن خالص فالفلو كله هيبقى محمل على مين؟ رايت اتريا رايت اتريا بتاخد السبيل ديليتيشن لازم يفرغ يبقى لازم العادي يكون فيه في في اي اس دي تمام او بي اف او فاتحه تفرغ وتنزل على الليفت فينتر. طب كده البالون سبليشن تكمل ازاي؟ لازم في في اس دي من تحت وغالبا هتلاقي العيان ده عنده الرايت فينتر بتاعه صغير اسمه سايز الرايت فينتر. العيان ده نيجي يتصلح يتصلح سيم فينتر كريبير ما ينفعش تشغل له فينتر صعب جدا. الجهاز بتاعنا هتلاقي طبعا لان مفيش فلو قوي على البالونر اريا. الاي سي جي هتلاقي فيه ليفت اكسس ديفيشن ودي من الحاجات المهمه لان الطفل بيتولد اساسا كل النيونيتس بيتولد رايت اكسس تمام لكن ده تلاقي فيه ليفت اكسس ديفيشن تمام. التريتمنت بتاع الطفل بوستر جلاند عشان تمنتين الشانس بتاعته وبعد كده لازم تعمل له ستيج سيرجيكال فونتان وبتاع وقصص كبيره يعني. بيشتغل عمود بيشمل مجموعه من الديسيز مع بعضها ان حصل داون لود ديسبيسمنت في الترايكاسمت فالف ابتدى يحصل اتريلايزيشن للماسكولار بارت بتاع الرايت فينتركل تمام وغالبا بيبقى الفالفز الليفلتس دي تذرد يعني مشدوده فبيبقى فيها ريجرج عالي تمام وغالبا العين ده بيبقى عنده سيفير بالمونيا ترايكاسمت ريجرج وبيبقى عنده رايت ليفت شنط على مستوى البي اف او او الاي اس دي. ده المنظر بتاع شفت ده النورمال ده الرايت فينتركل يحصل له هو ايه؟ ديسبيسمنت داون وورد اهو فتلاقي الرايت اتريال كبر على حساب الرايت فينتركل وتلاقي الليفلتس دي تذر مشدوده فيحصل يحصل سيفير ريجيرج فالريجيرج يروح جالب على مين؟ على الاي اس دي او البي اف او لو هي موجوده تخليها رايت ليفت عشان كده عندي ايه؟ سينوست. برضه ده بيحتاج سيرجري اللي هو يعمل في الفونتان ويعمل شويه سيرجري كده ورا بعض كبيره في النهايه هو بيشتغل على سنجل فينتر الواحد ما ينفعش يشتغل على كل واحد. التراكس كلوزس العيان بدل ان هو عنده تو ارتريس طالعين كده واذا عنده فرانك واحد ما حصلوش سكيشن لازم يبقى في بي اس دي لازم يبقى في بي اس دي توصل للترانكس دول. البالمودر ارتري احيانا يطلع من البالمودر ارتري من المين ترانك احيانا يطلعوا الرايت والليفت بتاع كل واحد لوحديه احيانا يبقى ما عندوش سبلاي خالص غير على طريق البي دي اي دي التايبس بتاعته مختلفه مش هنقطع في تفاصيل التايبس كتيره علشان معقده لكن تفهم الفكره ان ده ترانك واحد طالع الاثنين دول مع بعض فيهم سيانوتيك اند سيانوتيك بلاد الاثنين دول سبلاي خلال الفي اس دي برايت فينتر وليفت فينتر لما تيجي تشوفوا الايكو تلاقي الفالف ده احنا عندنا في البلمونري فيه ثلاثه ليفلتس والاورطه فيه 3 ليفلز تلاقي الفالف ده 6 ليفلز بس غالبا ديفورم برضه شويه بس غالبا هتلاقي معاه الفالف ريجيرش ده بيخلي عني فالير بدري يحصل له هارت فيلير بدري.
تمام. الميرمرز عامه يجيك يعني الاطفال معظم اللي بيميرمر بيجيهم ايكشن ستريت ميرمر ما عدا في اس دي والبي دي اي. البي دي اي بيجي معاهم حاجه اسمها ماشينري ميرمر رايح جاي تمام. والفي اس دي هارش بين ستريت هاي بلاستيك ليفت هارت سندروم. هو عنده مشكله ان الليفت فينتركل بتاعه ما كانش حلو الماي ترايب في مشكله الاورطه في مشكله تمام. فالعيان ده برضه سنجل فينتركل ريبير يتصلح على سنجل فينتركل ما ينفعش يتصلح على التو فينتركلز مع بعضين. ده لو كمل معظم الحالات ما بتكملش في الليفت هارت هاي بلاستيك ليفت هارت سندروم لان بيبقى مشكله معقده جدا انك انت عايز تالف اورطه. يعني انت ممكن في البلمونري تعمل كذا حيله كده وتاخد مش عارف الجادولر تدخل على البلمونري سيركيليشن تاخد مش عارف الفيرو فينا كيف السيرو فينا ماشي. لو بيتعامل في الفونتان اوبريشن والهيمو فونتان لكن في العيان ده عايز تعمل له اورطه يعني الاورطه بتاعه هايبر بلاستيك عايز تعمل له اورطه عايز تعمل له ليفت فينتر عمليه صعبه فده ما يكملش غالبا. يعني شايف المنظر شوف الليفت فينتريك مفيش ليفت فينتريك يعتبر تمام اورطه ضعيف جدا. فده لما يجي تصلح تعمل ايه؟ تروح واخد الاورطه دي تزرعها على الرايت سايد وتاخد السوبيريو فينا كيفا تزرعها على البلمونري فاسكولار بيد تعكس فهمت الفكره؟ عشان تستفيد بالفنتريك اللي شغال ده اللي يضخ اجيل السيستميك سيركيليشن لان انت ما عندكش بنت الكلتين تشغل قصة عبيطة يعني صعبة يعني. ايه الكومبليكيشنز بقى في كونجيت الهارت ديزيز؟ ده دايما اسئله بتنزل كتير في الامتحان تنزل في الشفوي. ما اعرفش توضع الشفوي السنه دي في شفوي ولا ما فيش الله اعلم. بس لو في اسئله مجمعه يعني لو في اسئله يبقى فيها شورت اي سي او انيموريت بتنزل الحاجات دي كومبليكيشنز اوف سيروتيك اند اسيروتيك هارت ديزيز تمام. طبعا السيانوتيك انا قلته الاسيانوتيك انا قلته الاسيانوتيك ده العيان اللي عنده بوليسيسيميا اللي عنده بوليسيسيميا عنده هايبوكسيا والهايبوكسيا بتعمل ستيميليشن دي مين بيمروا الاريثروبويتين تمام بتعمل الاريثروبويتين بتعمل له ستيميليشن. فلما بتعمل ستيميليشن الاريثروبويتين يبتدي يحصل له هاي بوليسيسيميا. لما يحصل له بوليسيسيميا يبتدي يبقى عنده هايبر فيسكوسيتي فالعيان لا يبل يحصل له امبولايزيشن كل شويه تمام. عشان كده احنا بنعمله فين سيكشن بنفض شويه منه ونحط له مكانه سلاين. العيان ده اللي هو بيبقى عرضه للجروث فيلير طبعا لان الاكسجين ساتوريشن بتاعه واطي والتيشوز ما بتاخدش حياتها من الاكسجين. الاي كيو بتاعته ما بيبقاش منتر ريتاردد بس ما بيبقاش نورمال منتر ما بيبقاش نورمال اي كيو لان الاكسجين رايح للبرين قليل وده بياثر على الاكسجينيشن بتاع مع البوليسيسيم اللي بتحصل دي يبتدي يحصل ديستراكشن اكتر في الار بي سيز فيحصل العيان هذا بالهيموميه شويه. تلاقي العيان ده تحصل له شويه مشاكل في الجول بلادر تلاقي الجول بلادر بتاعته يحصل لها ستونز بالروبل ستونز كل شويه. تلاقي العيان يحصل له جاوتي ارثرايتس ممكن يحصل له شويه ديفورميتي في الجوينتس بتاعته تمام. الميونولوجيكال تلاقي فيه عنده ديكريزد اميونيتي وتلاقي العيان احنا قلنا من شويه بيحصل له امبولايزيشن ما تنزلش تعمل حاجه اسمها مايكرو انفاركتس. مايكرو انفاركتس تمام. المايكرو انفاركتس دي بيجي يعني ايه بولس كده تروح طالعه امبولاي تروح طالعه تيجي على البرين وتروح عامله ايه مايكرو انفاركتس عدت بعد كده العين ده لايبرري افكتيف الكاردايتس طبعا لانه عنده ليجن وعنده مشكله كبيره فيروح يحصل له ديشمنت ليه لشوية مايكروبس كده شوية بكتيريا يروحوا رايحين على الديد اريا اللي هي حصلها يروح عامل له ايه؟ برين ابسس تمام؟ هتلاقي العين فجأة كده دخل في هاي جريد فيفر سيفير هيديك من السيجن في كريزك رينال تنشن ولاتراليزيشن ده برين ابسس خلاص؟ ممكن يحصل له فيكتور فيكتور زي ما بقول لك زي ما يحصل له اريزميا زي الاينشتاين انوميلي. احنا عارفين ان الاس اي نود موجوده فين؟ في الرايت اتريوم. والاس اي نود دي بتوصل عن طريق سيركل كده معينه للاي في نود. لما الرايت اتريوم ده يكبر المسافه بتزيد وعشان كده العين بتوع الاي اس دي البيج اي اس دي لتر اون يدخل في اريزما لانه برضه بيحصل له رايت اتريوم انلارجمنت. باي ذا واي
الكرويد ان شاء الله النهارده ان الفي اس دي والبي دي اي تكبر الليفت فينتريكل اند ليفت اتريوم. الاي اس دي تكبر مين؟ تكبر دماغك، تكبر الايه؟ الرايت اتريوم. وليها باثولوجي معروفه. دي بعض الاكس ريز. دي الايجروسايت بتاعت الايه؟ بتاعت تي جي اي. كارديوميجالي بولي فيسيميا سوري لانج بليفرا ومعاها رايت فينتريكل وسمول بيز. ده بتاع توتال انوملي بلوفيرنس التيرن اللي هم فيجر اوف 8 او سنو مان ابيرنس. ايه توتال انوملي بلوفيرنس التيرن ده؟ ده عيان اللي عنده البالون ريفيرنس التيرن بتاع بدل ما بيصبه في ليفت اتريا يروح يصبه في تشيمبر والتشيمبر دي تروح صبه في مين؟ رايت اتريا. ورايت اتريا ده فيه اي اس بي راح متحول على ليفت اتريا. كده سينوتيك ولا اسينوتيك؟ سينوتيك ولا اسينوتيك؟ سينوتيك. دي عيال التوتال انوملي بالونز فينس ارتيرن ده عيان بدل ما عنده الفينس ارتيرن بتاع البالونري ارياس كلها بيروح على الليفت اتريوم راح على تشيمبر كبيره ممكن سوبر كاردياك او كاردياك او انفرا كاردياك. هي غالبا سوبر كاردياك في معظم الحالات 90% حاجه من السوبر كاردياك. التشيمبر دي تروح فاتحه التشيمبر ده انوملي على الهارت يعني انوملي تفتح في مين؟ في الرايت اتريوم. يبقى كده السكريشن عشان تكمل لازم في اي اس دي تاخد من الرايت اتريوم للرايت ليفت اتريوم يبقى سنتك ولا سنتك؟ سنتك. طب العيان ده لانج بليثرا ولا لانج لوجيميا؟ اللي هجاوب صح هياخد 10 لوجيميا. لانج بليثرا ولا لانج لوجيميا؟ ولا دي ولا دي. ايه؟ اللي هجاوبها صح هياخد 10 لوجيميا راح جاي في تاكسي يلا عادي عادي ما فيش يعني. ايوه قول قول بعدين بلا بلا لانج بليثرا ولا لانج لوجينيا؟ بليثرا بليثرا. ها رايك ايه؟ انت رايك ايه؟ اللانج شغاله يعني مش الدم بيروح له البرفيوجن بيروح له عادي. قلت انت؟ انا هديكم 10 ليفت تقسموها سوا لا هديكم 20 كل واحد 12 بس دي لا لانج بليثرا ولا لانج لوجين لا قلتها في الاول دي ايه لانج كونجيشن كونجيشن احنا عارفين الفينس درينج لما يتقفل يعمل كونجيشن صح يلا اتبسط يا عم وانا في سنه سته كان بيوزع فلوس الدكتور محمد سعد دكتور احمد سعد بتاع احمد سعد بتاع البطنه دي هو بتسالنا زي كده وراح مدينا 10 جنيه ده كان زمان ده كانت حاجه كانت حاجه كبيره بقى رحت مضيته عليها عشان ما صرفتهاش ودخلت عنده في امتحان وريتها له واداني في المارك ما عندناش امتحانات ايه؟ جديدة انا زعلان منها انها جديدة صرفت جبت لك عربي يعني لا انت في حاجه كنت ايام كده تبقى حلوه كان يوم البطنه عندي الناس كلها كانت داخله مرعوبه من البطنه وانا كان يوم سالك كده وحلو وظريف وتلات لجان الكلينيكال وتاني يوم لجنه الاورا المجفل وبتاع كانت حاجه حلوه يعني حاجه تحس كده بانت عايش جيت بعد كده واخد عين رحت داخل بتوع جراحه كل العقد اللي تسمع عنهم في الجراحه مش من هنا ما كانوا بتوع هنا ما كانوش بيمتحنوا كانوا بيجيبوا ايه بقى يعني ناس كده تحس انها يحكي ان واحد منهم كانوا مدينه لقب في جسر عيني ساركوما من كتر مالجنس يعني بوصفه لزمايلنا اللي هم في الجسر قال دخلت عنده فلان ساركوما قلت له هو اللي حصل هو ايه في كره التنس ليه في ده ايه الفيجر الفيجر اوف 8 اللي هو شكل 8 علشان الشكل دي هي اتجمعت فوق تبقى سوبر كارديا فبتعمل سنو مان او ايه ده البوتش انا ما بحبش الكوتشي ده ما بحبش الشكل الجزمه هو بيسموه كده يسموه السيف في غمد عارفين غمد السيف بتاع الخنجر ده اللي بيحطوه الجماعه اليابانيين اللي عامل كده او اللي بتوع عمان نفس الشكل سيرجي بيجيني انا بص الشكل ده مش مدرسه خلاص
ده كنت بعمله كده ايه يعني؟ اعتبره مش موجود في الكتاب. مش موجود في الكتاب. و كنت بذاكره لنفسي. لان احنا لما رحنا ابتدينا نشتغل ابتدينا الامور السيرجي كارديو سيرجي تنتشر بقيت انت مطالب انك تعرف ايه اللي بيحصل. فولايه تلاقيه في الشابترز بتاع الاطفال يعني الكتب بتاع الاطفال مش ببساطه كده يعني حتى لو كتبوك تقول لك اسماء معقده وما تعرفش. انا دلوقتي الفكره في السيرجن عندي حاجه من اثنين يا اما باليتيف اللي كان عندي يمشي شويه كده يا اما احيانا عشان اوصل للتوتال ريبير لازم اعدي بالباليتيف. يعني انا عندي بالونري اناتومي سيء البالونري سنتين صغيرين خالص فانا بعمل لهم ضغط تكبرهم شويه عشان يتحملوا التوتال ريبير او ان انا التوتال ريبير ده مرحله عمري ما هوصل لها. يعني ما ينفعش اعمل توتال ريبير لحالي. المثال الاولاني مثلا على عيان عنده فالت تترولوجي. فالت تترولوجي ده وان ستيج اوبريشن. ما دام البالمونري تري بتاعته كويسه. لو البالمونري تري بتاعته صغيره وما تقدرش تتحمل الكوركشن التوتال ده اروح اعمل له شنط تكبر تخلي الفلو يزيد تكبر البالمونري لغايه مرحله معينه ورحمه الله. احيانا بقول لك العيان ده مش هقدر اوصله ابدا لتوتال ريبير. زي عيان سيمي الفنتركل مثلا. تمام؟ انا تركزت في فيزي فبعملوا حاجه باليتيف تخليها تماشى مع الحياه عشان يقدر يعيش عشان يقدر يكمل. تمام ده الفكره في الباليتيف. طيب يبقى الباليتيف الهدف منها ايه؟ ان انا احسن السيمتومز شويه ان انا اسمح للطفل انه ينمو لغايه لما يوصل لمرحله ال 9 كيلو اللي انا اقدر ادخله على الماشين. معظم الماشينز اللي هي بتاعت اوبن هارت سيرجري دي بتاخد الهارت واللنج تطلعهم بره في الشارع يعملوا سيركيوليشن يكملوا الجسم لغايه لما تخلص العمليه بتاعتك. فمعظم الماشينز دي ما تقدرش تشتغل على وزن 9 كيلو. فلازم اخلي العيان يعيش يكمل لغايه 9 كيلو. تمام؟ الهدف الثالث ان انا احسن الاكل زي فكره الفالت تترولوجي وانت مش عارف. التوتال ريبير ده خلاص ده هو هتعمله فاينل وان ستيج سيتنج وخلاص على كده. لكن زي ما قلنا ممكن ما تقدرش توصل لدي الا عبر دول. طيب ففي حاجه مثلا قالت لي حاسه مراش الاوبريشن. العيال احنا اتكلمنا عليهم شويه دول اللي هم البي دي اي ديبندنت. البي دي اي ده احنا اتفقنا ان اول ما الطفل هيتولد التابلت شيرين بتاعه يسيب الاسيدوز السجل البي دي اي هتكسر. فانا عايز البي دي اي لو قفلت اشوف لها حل. فكانوا يعملوا الرش في البي دي يروحوا عاملين له ايه؟ اتريال سبتوستول. يروحوا داخلين بقسطره ويروحوا مفرجعين ايه؟ الانتريتال سيبتوم. يملوا له بالونه كده ويحسها. يروحوا عاملين له اتريال سيبتوستول يعيش بالشنط دي لغايه لما يشوف له حل. دلوقتي بيركبوا ستنت فين؟ في البي دي اي. بس برضه مش كل الات البي دي اي ينفع تركبوا ستنت. لو هي اس شيب لو هي كينكت بتاع صعب انك انت تدخل وتركب لها ستنت. تمام؟ ده اورت القرش وحبيت ارسمه كده ليه؟ لان اورت القرش ده معظم الباليتيف بيعتمد على اورت القرش والبرانشز بتاعته. فانا ممكن اعمل حاجه اسمها اورتو بالمونري شانس. تمام؟ ليها كذا طريقه وكذا ميثود اهو مثلا. انا باخد الكوم الكاروت اللي بريك الكفالك هنا سوري الامريكان هنا تمام؟ واروح موصله على البالمونري قطع على الناحيه بتاعته. تمام؟ ده ايه فايدته؟ يخلي الفلو في البالون الارض هنا يزيد فيكبر البالون الارض بعد كده لما عملت توتال ريبير يستوعب كميه البلاد اللي انت ايه؟ اشتغلت عليها. ماشي؟ ممكن اخد رايت سب تريفيا واوصله مش عارف فين. ممكن اعمل دي اللي فاتت دي ممكن اعملها بتيشو ممكن اعملها بكروميك او اعملها بارتفيشال. تمام؟ يعني دي فاريبل حاجات فاريبل الفكره الاساسيه. وكل فكره فيهم ليها ديس ادفانتج وليها ادفانتج. ومش كل الافكار تنفع تعملها في كل العيانين. كل عيان بظروفه. دي الجلين اوبريشن مثلا. جاب السبريفيلا كيفا قطعه وراح موصله على البالون الارتريز. تمام؟ السبريفيلا كيفا نفسه. او شوف راح مدخله على البالون الارتري وقطعه من هنا. طب انت تقول يا دكتور طب انت عملت كده ليه؟ عملت عشان تزود البالون الارتري فلو في نفس الوقت انت الفنتركل اللي تحت ده اللي هو رايت فنتركل انت هتستغله سيستميك. فانت عايز تقطع كده وتفضيه علشان بعد كده تشغله سيستميك. دي الفونتان مثلا.
دي الماستر اوبريشن بتاعت التي جي اي. التي جي اي بقى ليه كذا طريقه للتريتمنت للعمليات. ممكن ان انا الديفينيت واللي هي كويسه واللي بتتعمل ايرلي اللي هي الارتيريال سويتش اللي قلنا عليها من شويه، تاخد الاورت الزراعه على الليفت فينتريكل والبروت الزراعه على الرايت فينتريكل، ده الاجدر. طب الحته دي تعملها ممكن تعمل حاجه اسمها ايه اتريال سويتش، تحول الفلو اللي جاي على الرايت اتريوم على الليفت فينتريكل فيروح على بالمونريز وتحول. بس دي مشكلتها في ايه؟ ان ستيل الرايت فينتريكل ضعيف بوشنج توردز اورت القوي عشان عيني ايه الفاليوم. تمام، دي الارتيريال سويتش. الكونكلوجن في النهايه ان انا لو عندي بالمونر ارتري بور بعمل توسين بينج او البالور توسين اوبريشن اللي هي عباره عن شانت اوبريشن اللي قلناها جلين اوبريشن، او تعمل له اللي هي الكروم كات زي ما تعملوا. التي جي اي بتعمل باليت وبعد كده تعمل ارتيريال سويتش، او تعمل لو سنجل فينت بتعمل فيريل بتعمل جلين او فونتين اوبريشن. ميني سانكس، اتمنى ما اكونش ازعجتكم. مين؟ والله